هاي بيوصل عدد الحرائق السنوية بلبنان لحوالي 2500 وعم بتساهم بتدمير مساحات كبيرة بجبل لبنان وشماله. تتعرض 34% من هالمناطق لحرائق بيتراوح خطرها بين متوسط ومرتفع. 10% من الحرائق تندلع طبيعياً بسبب ضرب البرق للمناطق الجافة وهو شيء ما بيحصل كتير بلبنان، بينما 90% من الحرائق حول العالم بيكون الإنسان سببها بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال تنظيف المزارعين للأراضي عبر حرق الأعشاب اليابسة، إضرام النار بمكبات النفايات العشوائية الموجودة حد الأحراج، أنشطة التخييم والأكل بالطبيعة، عدم صيانة الغابات وإهمال الغطاء الحرجي والنباتي. مين قال إنه كلفة الحرائق بلبنان عم توصل لحوالي 125 مليون دولار عدا عن الخسارة البيئية والصحية؟ أنا قال، شوفكم بكرة.